تارت البرقوق. المقادير عبارة عن 500 جرام باف بيستري، التوبينج 200 جرام مارزبان هيكون مجمد ومبشور، و 400 جرام برقوق منزوع البذر. وبالنسبة للوجه عندنا 3 معلقة كبيرة مربى مشمش و 2 معلقة كبيرة عصير ليمون. هناخد الباف بيستري طبعا يفضل لو قطعة واحدة كبيرة علشان ما يبقاش فيه فراغات في قاع الباف بيستري. هنجيب صينية وهنبتدي نرص الباف بيستري، وبما انها مقطعه قطع صغيره بس هنحطها فوق بعض بالشكل ده علشان ما يبقاش فيه فراغ في النص، ونفس الحكايه بالشكل ده ومره كمان. هنبتدي نرص الحواف بالشكل ده. وهنقطع واحدة بالنص علشان نحطها هنا، وبعدين هنكرر مرة تانية لأن عايزين تبقى يعني لما تنفش في الفرن طبعا الباف بيستري عايزينها تعلى من الجوانب. اوكي، زي ما قلت يفضل لو عندنا باف بيستري قطعة واحدة كبيرة. دلوقتي هناخد جزء من المربى نصها تقريبا، هندهن بيها قاع التارت، وبعد كده هنحط عليها المارزبان. هنضيف الليمون على المربى ودخلها الميكرويف، وفي الوقت ده نبتدي نرص البرقوق. طلع المربى اوكي، ودلوقتي هاخد فرشه وهندهن وش البرقوق بقيه المربى والليمون.
ما هندخلها فرن بدرجة حرارة 180 لحد الباف بيستري ما تستوي ويبقى لونها ذهبي حلو. وده بيكون شكلها لما تطلع من الفرن. وهندهنها مرة أخيرة بالمربى والليمون علشان تلمع،